بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد الكربوهيدرات نوتريشن. الكربوهيدرات كمقدمة عنها، الكربوهيدرات هامة جدا لأنها بتمثل جزء كبير من العلاقة، سواء كانت للرومنانت أو البولتري. هي بتمثل للرومنانت ممكن 75% من الدراي ماتر، في البولتري برضو بتمثل رقم كبير ممكن 60%. فإن أنا أعمل علاقة متزنة في الكربوهيدرات يبقى أنا عملت توازن في نسبة كبيرة من العلاقة. طبعا الكربوهيدرات هي تبع الأورجانيك ماتر، كلنا عارفين إن هي كربون وهيدروجين وأكسجين، بتختلف عن البروتين. البروتين بيبقى فيه نيتروجين، وبتختلف عن الدهون ان الدهون بتدوب في اورجانيك سولفنت. انما الكربوهيدرات هي الجزء الايه المتبقي من الاورجانيك ماتر. الفانكشن بتاعت الكربوهيدرات هي الميجور سورس اوف انرجي، الميجور سورس اوف انرجي فور الرومن مايكرو اورجانيزم اند ذا انيمال. والانرجي ديت رخيصة في السعر، رخيصة. تاني حاجة maintain the health of rumen، maintain the health of rumen لان فيه جزء كبير من الكربوهيدرات عبارة عن فايبر، والفايبر ده هام جدا للهيلث بتاع الرومن زي ما هنشرح دلوقتي. الكربوهيدرات بتعتبر بريكيرسرز للميلك لاكتوز او الميلك شوجر، وبتعتبر بريكيرسر للميلك فات. نص الميلك فات جاي من الكربوهيدرات مش جاي من الدهون، يعني نص الميلك فات جاي من الدهون والنص التاني جاي من الكربوهيدرات. برضو بتعتبر بريكيرسر للبروتين لان الرومن مايكروبس بتستخدم الكربوهيدرات في الحصول على الانرجي وتكون مايكروبيا البروتين. طبعا من تاني الميلك يلد للفانكشن اللي احنا قلناها قبل كده. الكلاسيفيكيشن بتاعت الكربوهيدرات كلاسيفيكيشن على حسب تواجدها في الخلية النباتية، بلانت كربوهيدرات. في كربوهيدرات بتبقى موجودة في السيل وول، موجودة في السيل وول زي السيلولوز والهيمي سيلولوز والبيكتينز والبيتا جلوكانز والجلاكتانز. يبقى اللي موجود في السيل وول في الجدار بتاع الخلية النباتية سيلولوز وهيمي سيلولوز والبيكتينز والبيتا جلوكانز والجلاكتانز. طب اللي موجود في السيل كونتنت داخل الخلية موجود اورجانيك اسيدز، شوجرز، ستارش، فراكتانز. طيب التقسيمة اللي تحت دي بقى في المعمل، تقسيمة في المعمل زي ما اخدته في السكاش. الراجل اسمه فان سوس، الراجل ده امريكاني وعمل سوليوشن سماه نيوترال ديترجنت سوليوشن، نيوترال ديترجنت سوليوشن. الكربوهيدرات اللي دابت في السوليوشن ده هوت الكربوهيدرات اللي دابت في السوليوشن سماها نون فايبرس كربوهيدرات. الكربوهيدرات اللي ما دابتش في السوليوشن سماها نيوترال ديترجنت فايبر، نيوترال ديترجنت فايبر. الجزء اللي ما دابش من الكربوهيدرات اللي هو نيوترال ديترجنت فايبر انكلود لايه للسيلولوز والهيمي سيلولوز واللجنين. الجزء من الكربوهيدرات اللي داب في السوليوشن سماه نيوترال ديترجنت سولوبل كربوهيدرات، او بيسموها الاسم الثاني النون فايبرس كربوهيدرات. النون فايبرس كربوهيدرات شامل بقى اورجانيك اسيدز وشوجرز وستارش وفراكتانز وبيكتينز وبيتا جلوكانز وجلاكتانز. يعني البيكتين والبيتا جلوكان والجلاكتانز هما موجودين في السيل وول بتاع الخلية، لكن في نفس الوقت بيدوبوا في النيوترال ديترجنت سوليوشن زي الشوجرز وزي الستارش وزي الاورجانيك اسيدز.
سمى بقى الفايبر اللي موجود في السيل وول دوت وداف في نيوترال ديتيرجنت سوليوشن سماه ايه؟ سماه نيوترال ديتيرجنت سولوبل فايبر. فايبر كلمة فايبر معناه ان هو عبارة عن نيوترينت digested only by microbial enzyme. يبقى الفايبر digested only by microbial enzyme معناه ان هو مش بيتهضم بماميليان انزيم، يعني الهيومن البولتري الفيش كان نوت دايجست الفايبر الا برقم صغير خالص في اللارج انتستين، هنقوله 5% مثلا. انما اللي بيهضم الفايبر بكفاءة هي الرومينانت، سواء كانت لارج رومينانت او سمول رومينانت. ده دايجرام اهوت بيوضح السيل وول والسيل كونتنت. السيل وول زي ما قلنا فيه السيلولوز والهيميسيلولوز واللجنين، تحت اهوت السيلولوز ماسك مع اللجنين. السيلولوز واللجنين بنسميه اسيد ديتيرجنت فايبر. يبقى الاسيد ديتيرجنت فايبر انكلود ليه؟ السيلولوز واللجنين. الهيميسيلولوز مع السيلولوز واللجنين بنسموه نيوترال ديتيرجنت فايبر. نيوترال ديتيرجنت فايبر. يبقى السيل وول عبارة عن 3 حاجات دلوقتي اللي هما ما بيدوبوش في النيوترال ديتيرجنت سوليوشن، ما بيدوبوش في النيوترال ديتيرجنت سوليوشن. الراجل سماهم نيوترال ديتيرجنت فايبر، هيميسيلوز ولجنين وسيلولوز. اما السيل كونتنت زي ما قلنا من الكربوهيدرات، من الكربوهيدرات اورجانيك اسيدز شوجرز وستارش وفركتانز. طيب البيكتينز والبيتا جلوكانز والجالاكتانز هم موجودين في السيل وول لكن بيدوبوا في نيوترال ديتيرجنت سوليوشن، فالراجل سماهم نيوترال ديتيرجنت سولوبل فايبر. لما اجي افسر كلمة نيوترال ديتيرجنت سولوبل فايبر، اول مقطع لها نيوترال ديتيرجنت سولوبل معناه ان هم سولوبل في نيوترال ديتيرجنت سوليوشن، وكلمة فايبر زي ما انا قلت ان هو بيتهضم فقط بالميكروبيال انزيم. سيل وول ال NDF وال ADF high in fiber and low in digestibility. بس سيل وول بيبقى عبارة عن ال NDF سيلولوز وميسيلولوز والجنين lower في digestibility و lower في الانرجي، lower في digestibility و lower في الانرجي. سيل كونتنت اللي هي النون فايبرس كربوهيدرات، ال ان اس سي اللي هي النون ستراكشرال كربوهيدرات. النون ستراكشرال كربوهيدرات بيطلق على الشوجرز والستارش، نون ستراكشرال كربوهيدرات. السيل كونتنت بتبقى لو في الفايبر هاير في الدايجستابيليتي وهاير في الانرجي. البيكتين although البكتين is part of cell wall جزء من السيل وول، لكن البكتين it's of high digestibility ruminant هضمه عالي جدا بيوازي هضم النشا. ليه؟ لان البكتين not attached to lignified part and it's present on the outer surface of the cell. يبقى البكتين مع انه فايبر وموجود في السيل وول لكن هضمه عالي جدا بيوازي هضم النشا. ليه؟ لان البكتين ما هوش اتاتشد للليجنيفايد بارت اوف ذا سيل وول. النون فايبرس كربوهيدرات اورجانيك اسيدز وشوجرز وستارش فراكتانز وبكتين وجلاكتانز وبيتا جلوكان. طبعا زي ما قلنا الشوجرز والستارش دول النون ستراكشرال كربوهيدرات، فراكتانز والبكتين والجالاكتانز والبيتا جلوكانز دولت نيوترال ديتيرجنت سولوبل فايبر. ال NFC calculation في المعمل، بحسب ال NFC ازاي؟ ان انت في المعمل حللت ال NDF، حللت الكروت بروتين، حللت الفات، وحللت الاش، بجمع ده كله واطرحه من 100% يطلع ال NFC. يبقى ال NFC estimated by calculation. باي كالكوليشن ليه؟ لانها بتدوب في السوليوشن، بتدوب في السوليوشن، مش هتعرف تمسكها كده وتوزنها. لا احنا بنحلل الاش والان دي اف والبروتين والفات ونطرحهم من نسبة 100% يطلع لي النون فايبرس كربوهيدرات.
اول حاجه هناخدها في الكربوهيدرات هي الاورجانيك اسيدز. الاورجانيك اسيدز، الاورجانيك اسيدز في نوعين من الاورجانيك اسيدز. اورجانيك اسيدز موجوده في الفريش فورج، في الفريش فورج زي الايجيبشن كلافر والالفا الفا، وفي اورجانيك اسيدز موجودين في الفيرمنتد فورج، في الفيرمنتد فورج مين للكورن سايلج، مين للكورن ايه سايلج اللي هو مشهور يعني. كلمة فريش فورج يعني فيد از ات از، فيرمنتد فورج معناها ان فورج اتحفظت ستورد اندر انيروبيك كونديشن. السايلج مثلا احنا بنحفظه في غياب الاكسجين في مدة لا تقل عن 21 يوم على ما تبدأ تأكله، فده فيرمنتد فورج. الأورجانيك أسيدز نوعها ايه اللي موجودة في الفريش؟ عندي السيتريك، فيوماريك، ساكسينيك، ومالك. الأورجانيك أسيدز اللي موجودة في الفيرمنتد فورج عندنا اللاكتيك أسيد والأسيتيك أسيد، اللاكتيك أسيد والأسيتيك أسيد. الاورجانيك اسيدز اللي موجوده في الفريش فورج دي عباره عن انترميديت برودكت في السيتريك اسيد سايكل. اما الاورجانيك اسيدز اللي موجوده في الفيرمنتد فورج دي عباره عن اندو برودكت اوف فيرمنتيشن، ديت الويست بتاعه الروم بتاع الميكروبس، الويست بتاع الميكروبس عباره عن لاكتيك اسيد واسيتيك اسيد. الاورجانيك اسيدز اللي موجوده في الفريش فورج دي افيلابل للرومن مايكروبس، افيلابل للرومن مايكروبز وللكاو، لكن هو الرومن مايكروبز مش هيخليها تعدي للكاو، هيبدأ يستخدمها في الحصول منها على الطاقة في الانرجي. اما الاورجانيك اسيدز اللي موجودة في الفريش في الفيرمنتد فورج في السايلج دي زي ما قلت ان هي تعتبر ويست من المايكرو اورجانيزم، فالمايكرو اورجانيزم مش هيتعرض مش هيستخدمها في التغذية بتاعته، فهي افيلابل على طول للايه، افيلابل للكاو، تمتص عبر الرومنال وول وتبدا تستخدم للبقره، تمتص عبر الرومنال وول لاكتيك اسيد والبروبيونيك اسيد. سام اوف لاكتيك اسيد طبعا في الرومن ميكروب في الرومن بيتحول لبروبيونيك اسيد. الاورجانيك اسيدز المولوكولار ويت بتاعها صغير، فممكن لوست باي ويلتنج او دراينج. الاورجانيك اسيدز اللي موجوده في الفريش فورج ار لوست باي ويلتنج او دراين، لذلك يفضل في التغذيه على الفريش فورج البرسيم مثلا يفضل ان انت تاكله فريش، فريش از ات از. انما انت لو دبلته عملت له ويلتنج او عملت له دراينج، الاورجانيك اسيدز ديت هيحصل لها ايفابوريشن، الاورجانيك اسيدز ديت هيحصل لها لوس نتيجه ان انت عملت ويلتنج او دراينج ليه فريش ايجيبشن كلافر. اما الاورجانيك اسيدز اللي موجوده في السايلج دي هي اللي مسؤوله على حفظ السايلج، ريسبونسبل فور لورينج بي اتش سو بريزيرف السايلج. طبعا الاورجانيك اسيدز اللي موجوده في الفريش فورج بيحصل لها ديكريزنج باي ماتيوريتي اوف ذا بلانت، ار مور ان يونج جروينج بلانت، are more in young growing plant decreased by maturity. الأورجانيك أسيدز عشان تتكون في السايلج لازم لها سبستريت، السبستريت ديت بتبقى شوجرز أو ستارش، تبدأ اللاكتوباسيلس تخمر الشوجرز أو الستارش وتحوله إلى لاكتيك أسيد اللي هي اللاكتيك أسيد بكتيريا اللي هي اللاكتوباسيلس. تاني حاجة هناخدها في الكربوهيدرات هي الشوجرز. الشوجرز في الجلوكوز والفركتوز والسكروز. السورسز بتاعت الشوجرز في الاكل الحيوان عندنا الملاسز، الحاجات دي خدتها في العمل، البيت بالب تفلة البنجر، سيترس بالب تفلة البرتقال، الفريش فورج، الفريش فورج زي الفريش ايجيبشن كلافر او الفا الفا او الكورن. الشوجرز rapidly fermented in the rumen producing propionic acid، يبقى الشوجرز بتتخمر في الرومن تدي propionic acid. الشوجرز ممكن تحطهم في الدايت من 3 لـ 7%، يعني من 3 لـ 5% دول سيف، وممكن تصل بيهم لـ 7% of dry matter intake.
زيادة الشوجرز عن زيادة الشوجرز لكن الزيادة من الشوجرز في الدايت بتعمل مشكلة الرومن أسيدوزيس، لأن الشوجرز بتبقى رابد لفرمنتد في الرومن، ممكن يحصل تراكم لللاكتيك أسيد ويسبب رومن أسيدوزيس. فباخد بالي ان انا ما زودهاش في الدايت عن 7% من الدراي ماتر انتيك. الشوجرز soluble sugars ferment very quickly in the rumen replacing a portion of the starch in the diet with saccharose بنسبة 2.5 أو 5 أو 7.5%. ده في بحث was shown to increase the dry matter intake and milk fat percentage yield. يبقى لما تعمل replacing، يعني تعمل replacing الستارش، جزء من الستارش تعمل له replacing بالشوجرز، تعمل له replacing بالشوجرز بحيث ان الشوجرز لا تزيد عن 7.5% من الدراي مطر، مش من الستارش، 7.5% من الدراي مطر. الموضوع دوت بيزود الدراي مطر انتيك، لان الشوجرز بتبقى بلاتابل، لها سويت تيست، بتبقى بلاتابل، انكريز الدراي مطر انتيك تخلي الحيوان ياكل كويس، وانكريز الميك فات بيرسنت، لان الشوجرز بتدي في الرومن بتدي اسيتك اسيد بيوتريك اسيد، بتدي اسيتك وبيوتريك، والاتنين بيزودوا الميلك فات، الاتنين بيزودوا الميلك فات. الستارش هي عبارة عن بولي ساكرايد، يعني تشين من تشين طويلة، بولي ساكرايد. البولي ساكرايد اللي تشين بتبقى أكبر من 12 كربون، لكن ممكن تصل لألف مولوكيول أو 2000 مولوكيول من الجلوكوز مربوطين مع بعض. الرابطة ما بينهم بتبقى 1.4 ألفا لينكج، ألفا 1.4 ما بين الكربون رقم 1 والكربون رقم 4 من الجلوكوز مولكيول. التايبز بتاعت الستارش يا اما لينير اللي هي الأمايلوز، يا اما برانشيد اللي هي الأمايلوبكتين. يبقى المولكيولز من الجلوكوز ده لو هي موجودة في سلسلة طويلة بسمها أمايلوز، لو السلسلة دي متفرعة من الملوكيولز بسماها أمايلو بيكتين. طبعا الاتنين بيختلفوا في معدل التخمر بتاعهم في الرومين، مين اللي هيتخمر أسرع، الأمايلوز ولا الأمايلو بيكتين، ومين اللي هيتخمر بدرجة كبيرة في الرومين. يعني أنا عندي وقت اتخمر فيه، مين اللي هيتخمر بسرعة، وعندي نسبة، مين اللي هيتخمر اكتر وليه. شوفوا انتوا عارفين كده بينكم وبين نفسكم ولا ايه، اخدتها في العمل، الفرق ما بين الكورن والرايس جرين. الامايلوبكتين، الاجابة بقى الامايلوبكتين ده برانشيد، فالسيرفس اريا بتاعته اكبر، السيرفس اريا بتاعته اكبر، فبيتعرض للفرمنتيشن بمساحة أكبر في الرومن، فالأمايلوبكتين بيبقى رابدلي فرمنتد عن الأمايلوز، رابدلي فرمنتد، والإكستنت أوف فرمنتيشن بيبقى أكبر، يعني جزء كبير منه بيتخمر في الرومن، إنما جزء قليل هو اللي هيعدي الرومن من غير ما يتخمر. لذلك قلنا الستارش بتاعت الرايس أو الستارش بتاعت الويت بتبقى رابدلي فرمنتد في الرومن وهايلي فرمنتد في الرومن عن الستارش بتاعت الكورن. الستارش بتاعت الرايس والويت بتبقى عالية في الأمايلو بكتير. طبعا الستارش انسولوبل ان ووتر، انسولوبل ان ووتر. السورسز الجرينز، كورن سايلش طبعا بيبقى فيه ستارش بنسبة كبيرة. الريكومندد ليفل ان انت ممكن تستخدم الستارش في الاكل بنسبة 25 لـ30% اوف دراي ماتر، ده بالنسبة للرومينانت. فاكتورز افكتنج الستارش دايجستابيلتي، فاكتورز افكتنج الستارش دايجستابيلتي،
اول حاجه سورس اوف ستارش، سورس اوف ستارش لان الستارش دي ما هيش نوع واحد، اكتر من نوع. قلنا الاميلوبكتين منها هو ايه؟ هايلي دايجستد في الرومين. تاني حاجه البروسيسنج، البروسيسنج دايما الستارش بتحيطها ماتريكس من البروتين، فلما اعمل الجرينز جرايندنج، جرايندنج بيزود دايجستابيلتي بتاعت الستارش في الرومن. برضو الستارش لو اتعرضت، لو انطبخت، عملت لها اكستروجن، اتعرضت لبخار ميه سخن، بدأ يزيد الحجم بتاعها، بدأ يزيد الحجم بتاعها، بدأت الروابط ديت تفتح ما بينها وبين بعضها، بيسهل الهضم بتاعها في الرومن. فعندنا الكراكد كورن نسبة الديجرادابيلتي بتاعته في الرومن 44%، الجراوند كورن 65%، الستيم فليجد كورن، ستيم فليجد زي اللي مطبوخة كده، 75%. decreasing the particle size of starch of starch source ground corn increase both rate of digestion and the rate of passage. يبقى انا دلوقتي الذرة، دلوقتي واحد هيقول لي يا دكتور الذرة ادش دش خشنة ولا دش ناعمة ولا اطحنه؟ لو طحنته السيرفس اريا بتاعته بتزيد، بيزيد الفرمنتيشن بتاعه في الرومن. طبعا الفرمنتيشن لما بيزيد في الستارش في الرومن بيزود الميكروبيال بروتين سينسيس. اي نعم هيحصل لص من بعض الانرجي في الرومن، مش زي هضمها في الابوميزم والانتستين، مش زي هضمها في الانتستين، بيفقد منها ميثان وثاني اكسيد الكربون، والكربون ده بيفقد انرجي منه في الرومن. يعني الستارش لما تتفك في الابوميزم بتدي جلوكوز، مفيش حاجة، مفيش فقد منها في الانرجي، انما في الرومن تدي بروبيونيك اسيد وتدي اسيتيك اسيد، هي ميل بروبيونيك لكن بتدي بعض الاسيتيك، فبيطلع منها ميثان وبيطلع منها ثاني اكسيد كربون، فده بيحصل لص في الانرجي. لكن في نفس الوقت، في نفس الوقت ان لما يتكون بروبيونيك وتكون اسيتيك بيبدا الرومن ميكروبز يستخدم الفولاتايل فاتي اسيدز دي وتكون ميكروبيال بروتين. فمين الاحسن بقى؟ ان هل هي تعدي الرومن وتنهضم في الانتستين، ولا ان هي يحصل لها فرمنتيشن في الرومن؟ لا، الاحسن ان يحصل لها فرمنتيشن في الرومن، يحصل لها فرمنتيشن في الرومن لانها تدي انرجي وفي نفس الوقت هتدي ميكروبيال ايه؟ بروتين. يبقى اول حاجه السورس بتاع الستارش، قلنا الستارش اللي جاي من الويت وجاي من الرايس رابيدلي فرمنتد وهايلي فرمنتد في الرومن، والخوف منهم انه يعملوا رومن اسيدوسيس. تاني حاجه البروسيسنج، تالت حاجه الانيمال كاركترستيك والليفل اوف انتيك، والليفل اوف انتيك الحيوان وهو صغير الهضم في بالنسبه للستارش بيبقى قليل، يعني الكافز الصغيرة مش efficient في هضم الستارش زي الحيوان الايه الكبير. البفر انكلوجن ليفل، طبعا البفر بيعادل البي اتش بتاعت الرومن، فبيحسن من هضم الستارش، بيحسن من هضم الستارش. فيدنج مانجمنت سيستم، فيدنج مانجمنت سيستم، المانجمنت بقى داخل المزرعة ليه تأثير على هضم الأكل. يعني الحيوانات لو هي بتتعلف 3 مرات احسن ما تتعلف مرتين، احسن ما تتعلف مرة واحدة. الحيوانات اللي هي مستريحة في الاكل وبتوصل للاكل بسهولة بتاكل براحتها، بتاكل براحتها، مش زي الحيوانات اللي فيها زحمة على الطوالة او ارضية المزرعة كلها طين وروث. فالحيوان لما بيوصل للطوالة بياكل كمية كبيرة في وقت صغير، حصل له اسيدوزيس ويقل هضم الستارش. يبقى الفيدنج مانجمنت سيستم مهم جدا. برضو الحيوان اللي هو بينقي بينقي الكونسنتريت من الفرج، لو الفرج دي متقطعة تقطيع طويل ممكن ينقي الكونسنتريت من الفرج فيحصل له مشكلة اسيدوزيس. فالفيدنج مانجمنت سيستم ده هام جدا، هام جدا.
ده مخطط اهوت بيبين الريت اوف فيرمنتيشن للستارش. السورس طبعا السهم فوق فاست، السهم تحت سلو. السورس الويت بيبقى اسرع طبعا، الويت طبعا الرايس عندنا اسرع من الويت كمان، الرايس والويت بعده البارلي بعدها الواتس الكورن السرجة. الفورم الستيم فليكد، الستيم فليكد اللي هو المطبوخ ببخار مية اكسترودد يعني، النشا حصل لها جيلاتينيزيشن وانكريز للسيرفس اريا بتاعتها وتفك الروابط ما بينها وما بين بعضها، بل الروابط اتكسرت. فده الريت اوف فيرمنتيشن بيبقى اسرع، بيبقى فاست رابيد. الهاي موتشر زي الستارش بتاعت السايلج بيبقى فيها موتشر كتير، السايلج بيبقى فيه موتشر كتير. دراي جراوند، دراي جراوند لو هو مطحون اسرع من الدراي رولد او دراي هول. الستارش دايجيشن في الرومنانت، الرومن المخطط اللي فوق ده بيمثل الرومن، الستارش بتوصل في الرومن بيحصل لها مايكروبيال فيرمنتيشن، مايكروبيال فيرمنتيشن بتدي فولاتايل فاتي اسيدز. المين فولاتايل فاتي اسيد هو البروبيونيت اللي هو البروبيونيك اسيد. البروبيونيك اسيد بيمتص عبر الرومن وول، عبر الرومن وول ويوصل للليفر، يتحول في الليفر يدي جلوكوز، يبقى جلوكوز فيا الليفر. مين الفيتامين اللي بيستخدم في تحويل البروبيونيك اسيد لجلوكوز؟ من الفيتامينز اللي بتستخدمه الهيباتوسايت عشان تحول البروبيونيك اسيد لجلوكوز، ها فيتامين B12، فيتامين B12. الميكروبيال فيرمنتيشن ادت فولاتيل فات اسيد بروبيونيك، وان البروبيونيك بيدي جلوكوز في الليفر، بيدي جلوكوز في الليفر. برضو الرومن ميكروبز بتستخدم الفولاتيل فاتي اسيدز ان هي تكون ميكروبيال بروتين، تكون ميكروبيال بروتين. يبقى الستارش هامة جدا لتكوين البروتين في الرومن، صح ولا غلط؟ صح طبعا. لو في نيتروجين بس مش هيتكون ميكروبيال بروتين، لازم نيتروجين ومعاه كاربون سكيلتون، لان انتوا زي ما انتوا عارفين الامينو اسيدز عبارة عن كاربون تشين، وفي مجموعة الامينو ال NH2، مجموعة الامينو ال NH2. لو الكربون سكيلتون دي مش موجودة، مجموعة الامينو ديت هتدي نشادر، هتدي نشادر NH3، وال NH3 دي هتمتص عبر الرومن وول وهتروح للكبد تتحول ليوريا، ويزيد مستوى الامونيا ومستوى اليوريا في الدم وتعمل مشاكل بالنسبة للحيوان، تعمل مشاكل بالنسبة للحيوان. انما الستارش وجودها، الستارش وجودها في نفس التوقيت بتاع وجود النيتروجين في الرومن، الاتنين الرومن مايكروبز هيستخدموهم الاتنين ويبدأ يكون بيهم مايكروبيال بروتين، مايكروبيال بروتين ريتش في الاسينشال امينو اسيدز، ريتش في الاسينشال امينو اسيدز. ومن هنا جت فكرة التوتال ميكسد راشن، جت فكرة التوتال ميكسد راشن، ان انا لما اخلط الفرج بالكونسنتريت يحصل تزامن، يحصل سينكرونايزيشن ما بين الانرجي وما بين النيتروجين، ما بين الانرجي وما بين النيتروجين يتكون ميكروبيال بروتين. انها في حالة وجود النيتروجين وما فيش انرجي بيبقى مشكلة بالنسبة لايه؟ للحيوان. لذلك عندنا في الناس بقى اللي ما عندهاش توتال ميكسد راشن زي اغلب فلاحين مصر، ما عندهمش طبعا ميكسر يخلط الفرج بالكونسنتريت، هو بياخد الحيوانات ويأكلها برسيم، برسيم عالي في البروتين في النيتروجين لكن قليل في الانرجي، قليل في الايه؟ في الانرجي، يعني فيه شوجرز بنسبة بسيطة انما مفيهوش ستارش. فالحيوان بياخد نيتروجين لكن مفيش انرجي، فبتلاقي الحيوان فيه مشاكل، زيادة أمونيا وزيادة يوريا. زيادة الأمونيا وزيادة اليوريا في الدم لها تأثير ضار على الحيوان. اول حاجه ان هي كونسيوم الانرجي، كونسيوم الانرجي
اليوريا دي عشان تتكون في الليفر كونسيوم انرجي، اليوريا دي عشان يحصل لك سكريشن عبر الكدني كونسيوم الانرجي، يبقى هي بتستهلك ايه؟ انرجي عشان الجسم يتخلص منها. تاني حاجة ان هي بتغير البي اتش بتاعة الجينيتال تراكت، لما تغير البي اتش بتاع الجينيتال تراكت بيبقى لها توكسيك افكت على السبرماتوزوا ولها توكسيك افكت على الامبريو. تالت حاجة ان هي لها تأثير ضار على الانتيريور بيتوتري، على الهايبوثالاموس، على الهايبوثالاموس والانتيريور بيتوتري، على الهايبوثالاموس والانتيريور بيتوتري، بتقلل الجي ان ار اتش وتقلل اف اس اتش، هتعمل مشاكل بالنسبة للفيرتيليتي. يبقى الستارش دي هامة جدا، هامة جدا. طيب الستارش برضو هامة جدا للميلك ييلد. ايه اهمية الستارش في تكوين اللبن وكمية اللبن الحيوان بينتجها في اليوم ازاي؟ ان احنا قلنا البروبيونات، البروبيونات ادت جلوكوز في الليفر، ادت جلوكوز في الليفر، الجلوكوز اللي اتكون في الليفر ده بيروح للمامري جلاند، بيروح للمامري جلاند، المامري جلاند تبدأ تحول جزء من الجلوكوز إلى جالاكتوز، وتبدأ تشبك الجلوكوز مع الجالاكتوز وتكون لاكتوز، اللاكتوز اللي هو الميلك شوجر، اللاكتوز ميلك شوجر. أكتر نيوترينت في اللبن لها أوزموتيك بريشر عالي هو اللاكتوز، لذلك الناس بتحدد كمية إنتاجية البارب بكمية اللاكتوز اللي بتتكون في الميموري تيشوز. كل ما زاد تكوين اللاكتوز كل ما عمل درين للفلويدز وبقية النيوترينت في اللبن، يبقى اللاكتوز هو بيتناسب تناسب طردي مع كمية اللبن. يبقى انت كل ما زودت السنسز بتاع اللاكتوز في الميموري تيشوز كل ما زاد الميلك ييلد، لكن كل حاجة لها توازن، ما ينفعش انت تزود الستارش تعمل رومن اسيدوزيس، لو انت زودت الستارش هتعمل رومن اسيدوزيس، لو الستارش قليلة في الأكل، لو الستارش قليلة في الأكل هيبقى إنتاجية اللبن إيه؟ قليلة، هتبقى إنتاجية اللبن قليلة، وتبقى عارف إزاي وليه، إزاي وليه، العلم كيف ولما، العلم كيف ولما. في السمول انتستين جزء من الستارش اسكيب للرومن، مش كل الستارش بنسبة 100% تتهضم في الرومن، في جزء اسكيب للرومن وصل للسمول انتستين هيتهضم بالبنكرياتيك اميليز انزيم ويدي جلوكوز ويمتص عبر السمول انتستين. طيب لو في ريزيستنت ستارش، ريزيستنت ستارش ما اتهضمتش في السمول انتستين وصلت للهايند جات، بتتخمر بميكروبس، بميكروبس موجودة في اللارج انتستين سواء في السيكم او الكولون، وتكون برضو فولاتايل فاتي اسيدز، لكن الفولاتايل فاتي اسيدز اللي هتتكون في الهايند جات جزء منها بسيط هيمتص والجزء التاني هيحصل له لوسز، وجزء هيستخدم في في تغذية الايه الانتستينال سيلز، انتستينال سيلز. برايمري فاكتورز انفلونسينج ستارش دايجستابيليتي في الكورن جرينز، قلنا البروسيسنج بتاع الستارش كل ما نعمت الذرة كل ما كان هيبقى هضمه احسن، الهارفيست والستورج، الهارفيست والستورج، قلنا طبعا الهاي موتشر كورن احسن، يعني الستارش بتاعت السايلج هضمها احسن من الستارش بتاع الدراي كورن، الستارش اللي موجودة في السايلج هضمها احسن من الستارش موجودة في الدراي كورن. الاندوسبيرم تايب، الاندوسبيرم تايب دايما الستارش زي ما قلت لكم ان هو بيحاط بماتريكس من البروتين، الماتريكس بتاع البروتين ده مختلف على حسب نوع الجرينز، اكتر جرين موجود فيه بروتين حوالين الستارش هو الكورن جرينز والسرجة، السرجة اكتر من الكورن جرينز، لذلك النشا بتحاط بماتريكس من البروتين في السرجم والكور جرينز، والكور جرينز الماتريكس بتاعت البروتين بيسموها برولامين، برولامين
البرولامين ده هضمه صعب، بروتين هضمه صعب بتاع الكورن جرينز، فبيخلي الوصول للنشا ايه بصعوبة في الكورن. لذلك الكورن جرينز لازم ان انت تعمل له جرايندنج، تعمل له فاين جرايندنج، تطحنه كويس علشان يتهضم كويس، عشان ما فيش اجزاء منه تنزل في الروس. الهول بلانت كورن سايلج، الهول بلانت كورن سايلج، الكورن سايلج عبارة طبعا عن عود الذرة والورق والجرينز، كل ده اتفرم، اتفرم 1 سنتي او 1.5 سنتي، من نص لواحد ونص سنتي، اتفرم واتحفظ اندر انيروبيك كونديشن، واتحفظ اندر انيروبيك كونديشن. الجرينز بتمثل في الهول بلانت كورن سايلج بتمثل من 40 لـ45%، اما الستوفر اللي هو الورق والستيمز بتمثل من 55 لـ60% اوف هول بلانت دراي ماتر، اوف هول بلانت دراي ماتر. طبعا الهضم بتاع الستوفر بيبقى قليل، هضمه من 40 لـ70% على حسب اللجنين، كل ما زاد اللجنين كل ما قل هضم الستوفر. الهايبريد تايب، الماتيوريتي، الاديتيفز. اما هضم الستارش، اما هضم الستارش، هضم الستارش في السايلج بيبقى من 80 لـ98%، هضمه من 80 لـ98%، ده على حسب الكيرنل بارتكل سايز، حسب الديوريشن اوف سايلج فيرمنتيشن. كل ما تخمر السايلج كل ما زادت هضم الستارش، كل ما تخمر السايلج مدته طولت كل ما زاد هضم الستارش. النيوترال ديتيرجنت سولوبل فايبر، نيوترال ديتيرجنت سولوبل فايبر، من اسمه كده زي ما قلت لكم، الراجل فانسوس الامريكاني دوت عامل محلول اسمه نيوترال ديتيرجنت سوليوشن. نيوترال ديتيرجنت سوليوشن بيغلي العينة فيه لمدة ساعة ب100 درجة، الجزء اللي هو داف في السوليوشن، اللي داف في السوليوشن ده سماه نيوترال ديتيرجنت سولوبل كربوهيدرات. النيوترال ديتيرجنت سولوبل كربوهيدرات في جزء منها عبارة عن فايبر، سماه نيوترال ديتيرجنت سولوبل فايبر. يبقى نيوترال ديتيرجنت سولوبل معناه ان هو سولوبل في النيوترال ديتيرجنت سوليوشن، وكلمة فايبر معناه ان هو دايجستد اونلي باي مايكروبيال انزايم، كان نوت بي دايجستد باي ماميليان انزايم. ايه هما النيوترال ديتيرجنت سولوبل فايبر اللي عندنا؟ عندنا البيكتين، عندنا البيتا جلوكان، عندنا الفركتان، عندنا الجالكتان. يبقى البيكتين، البيتا جلوكان، الفركتانز، الفركتانز والجالكتانز. they are soluble neutral detergent solution، they are included في non fibrous carbohydrate. يبقى included في الجزء non fibrous carbohydrate او الاسم الثاني لها neutral detergent soluble carbohydrate. they are digested only by microbial enzymes. الفراكتانز طبعا مش موجود في السيل وول، هو موجود في السيل كونتنت، الفراكتانز موجود في السيل كونتنت. اما البيتا جلوكانز والبيكتين والجالاكتانز are found in cell wall، البيكتين والبيتا جلوكانز والجالاكتانز are found in cell wall، they are highly digested for ruminant but not digested في non ruminant. يبقى البيكتينز والبيتا جلوكانز والجالاكتانز دول موجودين في السيل وول، هضمهم عالي جدا في الرومنانت لكن مش بيتهضموا في النان رومنانت. السورسز بتاعت النيوترال ديتيرجنت سولوبل فايبر، الفراكتانز بيبقى موجود في الليفز والستيمز اوف جراسز، في الليفز والستيمز اوف جراسز زي الكورن سايلج. الجالاكتانز بيبقى موجود في الليجيوم فورج زي الايجيبشن كلافر، زي الايجيبشن كلافر والالفا الفا. البيتا جلوكانز بيبقى موجود في البران، موجود في البران اوف بارلي والويت والسيل وول اوف جراسز. البيتا جلوكانز بيبقى موجود في الويت بران كمية كبيرة.
البيكتين، البيكتين بيبقى موجود في البيت بالب تفلة البنجر، سيترس بالب تفلة البرتقال، الصويا هالز اللي هو قشر الفول الصويا، والليجيومز فورج موجود في الايجيبشن كلافر. الدايجستابيليتي بتاع البيكتين من 90 لـ100%. It's found in cell wall and not linked to lignified portion. الميتابوليزم of neutral detergent soluble fiber fermented by rumen microbes to acetic acid absorbed through ruminal wall. الأسيتيك أسيد is a lipogenic fatty acid. Acetic acid is a lipogenic fatty acid. Oxidized gives energy or elongated gives milk fat or stored as fat reserve for later use. In non-ruminant not digested neutral detergent soluble fiber in non-ruminant الفراخ والسمك والهيومن not digested in stomach or small intestine. It's fermented in large intestine of volatile fatty acid adsorbed toxin enhance immunity but excess of neutral detergent soluble fiber في non-ruminant has adverse effect. Has adverse effect. يبقى انا كان عندي الستارش بتدي بروبيونيك اسيد، والبروبيونيك اسيد بيدي جلوكوز، والجلوكوز بيزود الميلك بيدي لاكتوز، واللاكتوز بيزود الميلك يلد. انما الفايبر هيدي اسيتيك اسيد، والاسيتيك اسيد ده الخلايا تستخدمه في الحصول منه يا اما يدي انرجي يا اما يدي ميلك فات، يا اما البقرة في اخر موسم الحليب ممكن تخزنه على هيئة ايه، اديبوس تيشو عشان تستخدمه في الموسم الحليب اللي بعد كده. طب الفراخ والسمك ينفع اكلهم قشر فول صويا، اكلهم ردة بكمية كبيرة، اكلهم برتقان، اكلهم تفلت بنجر؟ لا. ليه؟ لان بيبقى فيهم بيكتينز، فيهم بيتا جلوكانز كتير، والحاجات دي مش بتتهضم في الفراخ والسمك، انما هتعمل مشاكل في الفراخ والسمك. بنسموها سولوبل، بنسميها نان ستارش بولي ساكرايد. نان ستارش بولي ساكرايد في الفراخ، يبقى الكربوهيدرات في الفراخ بقسمها لحاجتين. كربوهيدرات في الفراخ مش موجودة في الداتا اهو، سجل واكتب عشان هتيجي في الامتحان. مش موجودة في الداتا وهتيجي في الامتحان، ذاكرها من الكتاب بتاع المدرسة، من الكتاب بتاع الجامعة، وتذاكرها من المحاضرة. من المحاضرة الكربوهيدرات في الفراخ والسمك بقسمها لحاجتين اتنين، ستارش ده طبعا هتتهضم، ونان ستارش بولي ساكرايد. النان ستارش بولي ساكرايد، النان ستارش بولي ساكرايد بقسمها لحاجتين تانيين، نان سولوبل نان ستارش بولي ساكرايد، نان سولوبل نان ستارش بولي ساكرايد اللي هي السلوز والهيميسلوز واللجنين. سولوبل نان ستارش بولي ساكرايد يعني ايه سولوبل نان ستارش بولي ساكرايد؟ حاجات بتدوب زي البيكتينز والبيتا جلوكانز والفراكتانز. طب السولوبل نان ستارش بولي ساكرايد اللي من ضمنها البيكتين، هل هيعمل مشاكل في الفراخ بكمية كبيرة؟ لو الفراخ دي اكلت قشر صويا، قشر فول صويا، يعمل لها مشاكل؟ طب لو اكلت، لو اكلت شعير بكمية كبيرة فيه بيتا جلوكانز هيعمل لها مشاكل؟ هيعمل مشاكل. ايه هي المشاكل ديت للسولبل فايبر في الفراخ؟ اول حاجة reduce الانرجي of the feed، reduce الانرجي of the feed لانها مش هتتهضم، مش هتتهضم. تاني حاجة absorb الوتر في ال small intestine form viscous digest so decrease the digestion والabsorption of nutrient، decrease the digestion والabsorption of nutrient. تالت حاجة increase the retention time of digestive intestine decrease the feed intake. رابع حاجة favors the growth of bacteria، بيعتبر مادة مغذية للبكتيريا الضارة في الانتستين. يبقى النان ستارش بولي ساكرايد اللي من ضمنها نيوترال ديتيرجنت سولوبل فايبر دي لها اضرار، بنعتبرها ديليتيريوس، ديليتيريوس سبستانس في الفراخ والسمك. طب ايه هو الديليتيريوس افكت بتاعها في الفراخ والسمك؟ ان هي بتقلل الفيد انتيك. ازاي بتقلل الفيد انتيك؟ ان هي ابسورب الوتر، تظل فترة طويلة في الانتستين فبتقلل الفيد انتيك.
طيب بتقلل الدايجستابيليتي ليه؟ بتخلي الدايجستا داخل الانتستين فيسكس عامله زي العجينه، بتقلل وصول الانزيمز سواء الاميليز او البروتيوليتيك انزيمز اللي هي السبستريت بتاعتها، تعمل فيسكس دايجست. بتعمل برضو يعني اتصور بالخلايا بتاع الانتروسايت، بتخلي معدل فقد الانتروسايت اكتر، بتخلي معدل فقد الانتروسايت اكبر من الطبيعي، اكبر من الطبيعي او اسرع من الطبيعي، بيحصل لوسز للانتروسايت، بيحصل لوسز للانتروسايت. معروف انتوا لو انتوا واخدين بالكم من التغذية في بالنسبة للهيومان، بيقولوا ان البيكتين اللي موجود في الرمان مثلا بيقلل الدهون، بيقلل الكوليسترول، ان البيكتين اتصور بالبايل سولت واتصور بالفاتي اسيدز اللي موجود في الانتستين. لكن انا عايز ان انا مستخدم النيوترين دي شاريها بفلوس للفراخ وشاريها بفلوس للسمك، مش زي الهيومن. الهيومن احنا مش عايزينه يزيد، ان الهيومن يحصل له ان السمنة في الهيومن مرض في الهيومن، انما الفراخ انا مش جايبها عشان اخسسها، ولا السمك جايبه عشان اخسسه. يبقى انا اخد بالي من النيوترينت ان انا مستخدم فاتي اسيدز عشان هو يستخدمها في الانرجي، يستخدمها في الجروس، مش ان انا احط له بيكتين في الاكل يقلل الفاتي اسيدز. ماشي يا شباب، انا عارف الشرح من الداتا مش زي الشرح من فيس تو فيس، انا مش عارف هل انتوا مستوعبين معايا ولا ايه الظروف. نيوترال ديتيرجنت فايبر، نيوترال ديتيرجنت فايبر ده انكلود للسليلوز والهيميسيلوز واللجنين، وده الجزء اللي الراجل فانسوس عمل تقسيمة الكربوهيدرات. وجد ان الجزء ده ما بيدوبش في السوليوشن في المعمل، فقال اكيد هضمه في الرومن هيبقى قليل، هضمه في الرومن هيبقى ايه قليل، less digestible. الجنرال فانكشن اوف ان دي اف نيوترال ديتيرجنت فايبر ده بيمثل جزء كبير من العلاقة في الرومننت، لان دي اف ده بيمثل جزء كبير من العلاقة في الرومننت. الفانكشن بتاعته ليه فيزيكال فانكشن اللي هو استيمولات للرومن كونتراكشن، واستيمولاتور للرومن كونتراكشن، الرومن كونتراكشن زي ما اخدته في الفسيولوجي مهمة في الدايجيشن، ومهمة في ان هي استيمولات للرومينيشن، ومهمة ان هي تعمل موفمنت للدايجستا من الرومن لبقية الجي اي تي، ان الاكل ما يركنش في الرومن، فهو استيمولات للكونتراكشن، استيمولات للرومينيشن. برضو الفايبر ديت ما بتخليش الكونسنتريت او السولوبل نيوترينت تعمل عجينة داخل الرومن، ده هي بتعمل شبكة نت داخل الرومن، الشبكة دي بيبقى ما بينها الايه بقية النيوترينت اللي بتدوب، فبتخلي الرومن مايكروبس تصل اليها بسهولة، تصل اليها بسهولة. انما لو السولوبل نيوترينت ديت كلها عملت عجينه مع بعضها، الرومن مايكروبز مش هتعرف تعدي من العجينه وتهضم النيوترينت، فالفرج بتعمل حاجه في الرومن بيسموها رومن مات. الرومن مات دهيت بتعمل هي طبعا لها بالك افكت، لها بالك افكت، وبتعمل زي ما قلت لكم شبكه من الفايبر، ما بين الشبكه من الفايبر دي النيوترينت التانيه الرومن مايكروبز بتعرف توصل لها بسهولة، وتعمل لها اتاتشمنت من السيرفس اريا بتاعتها، ويبقى الدايجيشن كويس. انما لو حيوان اكل كونسنتريت بكمية كبيرة والفايبر دي قليلة في الاكل، الحيوان هيحصل له امباكشن، الحيوان هيحصل له ايه امباكشن. طيب كيميكالي بقى داخل الرومن هي بتتهضم لايه؟ عندنا اللجنين ده زي البلاستيك مش هتهضم، وعندنا السليلوز هضمه قليل لانه جزء كبير منه ماسك مع اللجنين، الهيميسيلولوز هضمه احسن من السيلولوز، لكن لما بيتهضموا هما في الاول وفي الاخر فايبر، واحنا قلنا الفايبر هيتهضم يدي ايه؟ هيدي اسيتيك اسيد. الفايبر لما يتهضم هيدي اسيتيك اسيد، والاسيتيك اسيد ده هيمتص عبر الرومن وول ويستخدم للحيوان، الحيوان هيحرقه ويدي انرجي، يحرقه ويحصل منه على
انرجي، او ان هو يروح للمامري جلاند، والمامري جلاند تعمل له الونجيشن وتكون منه ميلك فات. نص الميلك فات جاي من الاسيتيك اسيد، نص الميلك فات جاي من الاسيتيك اسيد. او ان الحيوان لو انتاجه من اللبن قليل وعنده بوزيتيف انرجي، يعني بياكل اكل اكتر من انتاج اللبن، هيبدأ يخزن دهون في الاديبوس تيشو، في الاديبوس تيشو عشان يستخدمها فور الليتر ايه سيزون للبروسيدنج سيزون او الموسم النكست سيزون، يستخدمها بعد كده في انتاج اللبن. طبعا استيميليت الموفمنت اوف دايجستا. السليلوز سبحان الله هو عبارة عن جلوكوز تشين، جلوكوز تشين، لكن الجلوكوز تشين مرتبطة برابطة مختلفة. الرابطة المختلفة دي هي بيتا لينكج. البيتا لينكج ديت بتتهضم بالميكروبز فقط، digested by rumen microbes، انما not digested by mammalian enzyme. ما سمعتوش انتوا قبل كده ان في خلية في جسم البولتري ولا الهيومان ولا الفيش بتفرز سيليوليز انزايم؟ مفيش سيليوليز انزايم من ماميليان سيلز، انما السيليوليز انزايم بيطلع من مايكروبيال سيلز، مع ان السيلولوز هو جلوكوز، جلوكوز شوجر، جلوكوز شوجر زيه زي الستارش، لكن الستارش اللينكج اللي فيه الفا لينكج، الفا لينكج digested by mammalian و microbial enzyme، انما البيتا لينكج digested by microbial enzyme فقط. السيلولوز attached to lignin في السيل وول. السيلولوز اكتر كربوهيدرات، اكتر نيوترينت موجود على سطح الارض بعد الميه. اكبر نيوترينت موجود على سطح الارض هي الميه طبعا، الكوكب الازرق صح. تاني نيوترينت موجود على سطح الارض السليلوز. ليه السليلوز؟ كمية الغابات دي كلها والاشجار دي كلها عبارة عن سليلوز، وبيمثل جزء كبير من النبات، موجود في الستيمز، موجود في الليفز، لكن الهضم بتاعه صعب، بتهضم في الرومينانت فقط، مش بتهضم في الفراخ ولا في السمك. طب لما يتهضم في الرومن بيدي اسيتك اسيد، يعني انكريز للميلك فات. الهيميسيلولوز ده كومبوزيس اوف ميكسد شوجر، ميكسد شوجر بنتوزيس وهكسوزيس. البنتوزيس اللي هي السكريات الخماسية، السكريات الخماسية زي ايه بقى؟ زي الزيلوز، زيلوز وزي الارابينوز، زي الزيلوز والريبوز والارابينوز. الهكسوزيس طبعا زي الجلوكوز فركتوز جلاكتوز هيكسوزيس. البرانش دي تشين اوف شوجرز، برانش دي تشين اوف شوجرز فاوند في السكندري سيل وول، فاوند في السكندري سيل وول. يبقى اللي موجود في البرايمري سيل وول هو السليلوز، اما اللي موجود في السكندري سيل وول هو الهيمي سليلوز. مين اللي اتاتشد للجنين اكتر؟ هو السليلوز، لذلك هضم الهيمي سليلوز احسن من هضم السليلوز، more digestible than السليلوز. digested only by microbial enzyme gives acetic acid. sources بيبقى موجود اكتر في الباي برودكت، بيبقى موجود في الويت بران بكمية كبيرة، بيبقى موجود في الويت بران بكمية كبيرة. يعني الويت بران على سبيل المثال فيها نيوترال ديترجنت فايبر 45%، فيها ان دي اف 45%. الان دي اف ده قلنا عبارة عن سيلولوز وهيمي سيلولوز والجنين. لما تيجي تشوف الاسيد ديترجنت فايبر في الويت بران، الاسيد ديترجنت فايبر في الويت بران بتبقى 15%. طيب فرق النيوترال ديترجنت فايبر من الاسيد ديترجنت فايبر هو الهيمي سيلولوز، لان الهيمي سيلولوز نوت سولوبل في النيوترال ديترجنت سوليوشن، بات سولوبل ان اسيد ديترجنت سوليوشن. يعني النخالة لوحدها فيها 35% هيمي سيلولوز او 30% هيمي سيلولوز.
النخالة فيها 30% هيميسيلولوز. اللجنين نوت كربوهيدرات، اللجنين ما هوش كربوهيدرات لانه ما هوش كربون ولا هيدروجين ولا اكسجين، امال هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن بوليمر اوف كربون، عامل زي البلاستيك، سلسلة من الكربون فقط. not digested not digested it's increased with maturity of the plant. كل ما البلانت تقدم في العمر كل ما زاد ترسيب اللجنين. يعني الخشب ده كله لجنين، الخشب ده كله ايه؟ لجنين. الاشجار دي كلها لجنين. it has physical function في البلانت والانيمالز. طبعا سبحان الله ربنا خلقه للحفاظ على محتويات الخلية. يعني انت لو جيت تشوف حباية العنب هتلاقي فيها غشاء رؤية خالص حوالين الحباية، حبات العنب من جوه كلها شوجرز، كلها موتشر، بعض البروتين والمينرالز. فانت لو الحباية من بره اتخرمت بس بتفسد، حصلها سبويلش، مايكرو اورجانيزم اتخمرها وحصلها مشكلة. او الطماطماية من بره، السلك الغلاف الخارجي ده عبارة عن مشمع خارجي رؤية، ده عبارة عن لجنين، عبارة عن لجنين، ده بروتكت للسيل كونتنت، بروتكت للسيل كونتنت. زي ما احنا عندنا الجلد، سبحان الله الجلد بروتكت للايه؟ للجسم. لو الجلد دوت حصل له خدش او جرح، انت يا اما بتطهره بتدين يا بتاخد له مضاد حيوي، لو سبته زي ما هو كده هتلاقيه عبه صديد. انما طول ما هو انتاكت من بره كده، انتاكت من بره، الخلايا انتاكت، في بروتين، كيراتين، بروتين، بروتين سبورتيف بيمنع اي مايكرو اورجانيزم ان هو يعدي من على الجلد. كذلك اللجنين للخلية النباتية، كذلك اللجنين للخلية النباتية هو بيكون حامل لمحتويات الخلية. سبحان الخالق، يعني سبحان الله. ايه هي مصادر الفايبر؟ مصادر الفايبر يا اما جايه من الفرج، جايه من الفرج، الليجيومز فرج زي الايجيبشن كلافر وكورن سايلج، يا اما الجراسز زي الكورن سايلج، اما الليجيومز فرج زي الايجيبشن كلافر والالفا الفا، يا اما نيوترال ديتيرجنت فايبر جايه من الباي برودكت، جايه من باي برودكت زي الويت بران او زي الدرايد بيت بال. الويت بران اللي هي النخالة، نخالة القمح، والدرايد بيت بالب اللي هي تفلة البنجر، دي طبعا موجودة في مصر بكميات كويسة وهضمها ممتاز للرومينانت، لكن ما هيش صالحة للفراخ زي ما احنا شرحنا وقلنا. الرافجز طبعا زي القش وزي التبن، القمح، الحاجات اللي هي ايه، كروب ريزيديوس، كروب ريزيديوس. ال NDF ميتابوليزم، السيلوز والهيميسيلوز جيف مالي اسيتك اسيد في الرومن وابسورب ثرو الرومنال وول ويتس لايبوجينيك فاتي اسيدز، لذلك الفايبر بيزيد من الميلك فات، الفايبر بيزيد من الميلك فات. السولوبل فايبر بتزيد من الميلك فات، الشوجرز بتزيد من الميلك فات، الشوجرز بتزيد من الميلك فات. لذلك البيت بالب بتجمع ما بين الحاجات ديت، ان هي فيها شوجرز، بيت بالب اللي هي تفلة البنجر، البنجر بيتزرع عشان السكر، فبناخد منه السكر وبيطلع منه الملاس والعسل الاسود بتاع الهيومن. التفلة اللي متبقية هي ديت ايه؟ تفلة البنجر. تفلة البنجر بيبقى فيها ريزيديوز طبعا من الشوجرز، وفيها بيكتين بكمية كبيرة، وفيها سيلولوز وهيميسيلولوز بكمية كبيرة، فالتفلة بتاعت البنجر بتزود الميلك فات. هنقف لحد الفاكتورز افكتنج ال NDF digestibility، لان ده موضوع هام جدا وعايز شرح بالتفصيل، فهنقف لحد هنا ان شاء الله. نكمل باذن الله المحاضرة اللي جاية، بحيث برضو لو في حد ما هوش فاهم اي حاجة من اللي احنا شرحناه نعمله عليه تاني، نعدهوله باختصار.
وايه المهم تذاكره من المحاضرة، وتذاكره من الداتا، وتذاكره من الكتاب، لان في حاجات ممكن احنا ما عملناش عليها ستريس موجودة في الكتاب ممكن تجيلكم في الامتحان. أسعد الله أوقاتكم كل خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.